أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وإلى حضراتكم هذا الخبر. فقد التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، والتي تضم ممثلين مجلس الوزراء ومسؤولي الحوار الوطني، وذلك بحضور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء اللجنة التنسيقية. أكد رئيس الوزراء أن هذا هو اللقاء الثاني الذي يجمعه بمسؤولي الحوار الوطني بهدف متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، ومشيرا إلى أن الاجتماع الأول كان قبل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وتم التوافق حينها على تشكيل هذه اللجنة التنسيقية، وتم بالفعل إصدار قرار بتشكيلها، فهناك اهتمام جاد بوضع التوصيات والمخرجات حيز التنفيذ. لفت مدبولي إلى أن هناك اهتماما أيضا بأن يتم التنسيق مع مسؤولي الوزارات المعنية المسؤولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة، مقترحا أن يتم تخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، وهو ما يسهم في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع. خلال الاجتماع تقدم ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بالشكر لرئيس مجلس الوزراء لحرصه على عقد لقاءات دورية مع اللجنة التنسيقية ومتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني، كما ثمن اهتمام أعضاء الحكومة بحضور جلسات الحوار في مرحلته الثانية وتحقيق المزيد من التواصل تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء. وعرض رشوان شرحا تفصيليا حول آليات متابعة 135 توصية التي خرجت مع الحوار الوطني في مرحلته الأولى، كما تناول بالشرح تفاصيل ما تم في المحور الاقتصادي خلال جلسات المرحلة الثانية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا صياغة مجموعة من التوصيات بصورة نهائية تمهيدا لعرضها على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وفي ذات السياق لفت المنسق العام للحوار الوطني لأنه فيما يتعلق بالتوصيات الجاري صياغتها، فهناك بعض التوصيات التي أخذت الحكومة قرارات بشأنها مؤخرا بالفعل، من بينها على سبيل المثال تشكيل المجلس الأعلى للضرائب. ومن جانبه أشار المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إلى أن كافة تحركات الحكومة في هذا الإطار تعكس حجم اهتمامها الكبير بالحوار الوطني باعتباره آلية وطنية تجمع مختلف الفئات، ومتقدما بالشكر على هذا الاهتمام الكبير، ومؤكدا أن فريق العمل يتواصل بشكل مستمر للحصول على التوصيات للعمل على سرعة ترجمتها لخطط تنفيذية. وبدورهم قال أعضاء اللجنة التنسيقية إن الرأي العام يلقي ترحيبا باهتمام الحكومة بمخرجات الحوار الوطني وإصدار رئيس الوزراء قرار بتشكيل اللجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ المخرجات. أعرب أعضاء اللجنة عن تطلعهم للخروج بتوافق حول عدد من التشريعات المهمة قبل الفصل التشريعي المقبل، وذلك ليتم عرضها على البرلمان، كما أشاروا إلى أن آلية تقسيم المخرجات إلى محاور ومتابعة تنفيذها ستسهم في خروجها لحيز التنفيذ بشكل أسرع. اقترح أعضاء اللجنة التنسيقية أن تكون هناك مجموعات عمل في الحكومة تتوازى مع اللجان المشكلة في الحوار الوطني مع التنسيق بين الجانبين لترتيب أولويات التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، ومؤكدين في الوقت نفسه أن هناك جدية واضحة من الحكومة بتنفيذ هذه المخرجات، مع ضرورة أن يكون هناك خطط زمنية محددة لتنفيذ هذه المخرجات عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها. أكد أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني أن حضور الحكومة ومشاركتها في جلسات الحوار الوطني يضيف ثقلا للنقاشات ويسهل من تنفيذ المخرجات، خاصة أن هذه النقاشات تشهد توضيحا أو ردا من الحكومة على تساؤلات أو استفسارات يتم إثارتها خلال الحلقات النقاشية. كما أشار أعضاء اللجنة إلى أهمية الإعلام بصورة مكثفة عما يتم تنفيذه من توصيات ومخرجات للحوار الوطني، وأن يتم الوصول إلى المواطن العادي لكي يدرك أن الحوار الوطني يؤتي ثماره بتنفيذ هذه التوصيات. كما أكد أعضاء اللجنة التنسيقية على أهمية عدد من التوصيات التي تتعلق بإقرار مجموعة من القوانين وضرورة العمل على سرعة إصدارها، ومن ذلك قانون الإدارة المحلية في ظل وجود مطالب كثيرة بسرعة إصداره. أشار أعضاء اللجنة التنسيقية إلى أن نجاح المرحلة الأولى للحوار الوطني بخروج عدد من التوصيات المهمة وبدء الحكومة في تنفيذ هذه التوصيات يؤكد على أهمية هذه الآلية في
التوافق على عدد من الرؤى والقرارات التي تختص بالملفات المختلفة، والتي صدرت عن توجهات ورؤى مختلفة تعبر عن مختلف طوائف المجتمع المدني وجموع المصريين. وفي ختام الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أننا سنعمل معا على وضع أجندة تنفيذية للمئة وخمسين وثلاثين توصية، والتي تمثل مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني وفقا للأولويات التي يتم التوافق عليها، ومشيرا إلى أن اللجنة التنسيقية يجب أن تكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه المهمة.